بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. خير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أتيت لكم اليوم بسبع أشياء تفعلها يوميا بطريقة خاطئة وضارة. أولا، تنظيف الأسنان. تجنب دفع اللثة بقوة أثناء تنظيف الأسنان، وابتعد عن تحريك الفرشاة إلى أعلى وأسفل بشكل يسبب تراجع اللثة، ولكن قم بتنظيف الأسنان من خلال القيام بحركات دائرية وحركات إلى الأمام والوراء. ثانيا، كثرة النوم. أثبتت دراسات أن كثرة النوم هي السبب الأول والرئيسي في ضياع الصحة وعجز الجسم مبكرا، كما أن كثرة النوم لكلا الجنسين ولكل المراحل العمرية هو الخطر الذي يهدد بوجود الشيخوخة المبكرة ويسبب الكثير من الأمراض مثل السمنة والصداع وآلام الظهر والاكتئاب وأمراض القلب المختلفة. لذلك يجب الابتعاد عن ساعات النوم الطويلة والاكتفاء بالساعات التي يحتاجها الجسم ليستعيد قوته ونشاطه، والتي تتراوح ما بين 6 ساعات إلى 9 ساعات يوميا. ثالثا، سماعات الأذن. استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة ضار جدا، والتعرض للصوت المرتفع لفترات طويلة قد يصيبك بالصداع والدوار. وأيضا لا يجب مشاركة سماعاتك مع أحد غيرك، فذلك قد يسبب نقل بكتيريا الأذن من شخص إلى آخر، ما يؤدي للإصابة بالعدوى، والبعض يواجهون مشكلة عدم ثبات سماعات الأذن بشكل جيد عند ارتدائها. ولحل هذه المشكلة، ارتدي السماعات مثل الشكل الموضح أمامك بالصورة، فهذه الطريقة هي الأفضل للحفاظ على ثبات السماعات في أذنك. رابعا، استخدام الهاتف. الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى مرض الشيخوخة المبكرة والضعف الجنسي والتأخر الذهني والشعور بالصداع. لذا يجب عدم الإفراط في التحدث كثيرا حتى لا تتأثر طبلة الأذن بالذبذبات الناتجة عنه، كما أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والوحدة. خامسا، النهوض السريع بعد الاستيقاظ من النوم. النهوض مباشرة عند الاستيقاظ من النوم ضار ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فلا بد أن تأخذ بعض الدقائق قبل النهوض من السرير لتعطي إشارة إلى القلب والمخ أنك على استعداد للقيام والحركة. سادسا، تناول المشروبات الغازية بكثرة. التعود على شرب المشروبات الغازية وخاصة المشروبات السوداء منها ضار جدا بالجسم، حتى أن هناك أشخاص تعودوا على شربها لدرجة الإدمان، فلا يتناولون أي وجبة بدون تناول المشروبات الغازية، ولكنها تؤثر بالسلب على الجسم وخاصة على العظام، فتؤدي إلى حدوث مرض هشاشة العظام. سابعا، استخدام المرحاض. دائما كنا نستخدم قديما المراحيض العربية، وأثبتت الدراسات أن هذه المراحيض مثلى لقضاء الحاجة حيث أن المراحيض الغربية تجعلك تتخذ وضع الجلوس أثناء قضاء الحاجة، وهو ما يجعل أمعاؤك كأنبوب ملتف ويعمل على انسدادها، وبالتالي لا تخرج الفضلات من أمعائك إلا بعد الضغط عليها، مما يتسبب عند الكثيرين بالباسور وانسداد الجهاز الهضمي. للتخلص من هذه المشكلة عليك تغيير وضعية الجلوس هذه، والطريقة الأفضل هي أن تقوم بوضع قدميك على حافة مقعد المرحاض الغربي وأن يرتفع فوقها متخذ وضع القرفساء بدلا من الجلوس عليه، أو وضع القدمين على شيء مرتفع عن الأرض مع الانحناء إلى الأمام بشكل بسيط حتى تحصل على هذا الوضع الصحيح. وأتمنى أن يكون قد نال المقطع أعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.